الاطلاع وانكثب على واقع توفير السلع الغذائية في مدينة حلب والآليات اللازمة للمساهمة في تخفيض أسعار الخضار والفواكه التي وصلت إلى حدود غير مسبوقة. كانت محور جولة محافظ حلب محمد وحيد العقاد على سوق الهال في المدينة. خيو الله يوفقك. كرامي لهالشعب هذا. انت بيع بالفلينة؟ شلون تعرف؟ اذا بعرفها كويس يعني. شلون تعرف؟ والبندورة شلون؟ شوف يا شباب اذا ما رحمت الناس والله الله ما رح يرحمنا. لا تكون شغله هلا هي لحال. الشغله الثانيه والله العقاب موجود. شوف لكم شغله خلينا عم نشتغل بتقوى الله. ما بدنا نطبق القانون على الشباب يعني كلياتكم والناس صفي في السجون. يعني سياراتهم هن بيحددوا السعر. هن سيارات ما سيارات لا بالاجره والله يا سيدي. صار 700 تركوا من ايام الاحداث 700 وبقي يا سيدي انت بدفع مليون و200 يا سيدنا. طيب الا لا بالسياره اذا بيرخص الاسعار اذا رخص الاسعار انا بعطيه منظور. شوفوا لنا نحن من هنا نشوف يلا. العقاد الذي استمع الى واقع تسويق المواد الغذائيه من المحافظات الاخرى الى مدينه حلب أكد أن المحافظة ستعمل على متابعة الأسواق الداخلية للوصول إلى الأسعار المناسبة وحل مشكلة النقل. نحن سوف نتابع أسواقنا الداخلية وسوف نصل إلى أقل سعر ممكن وأقل تكلفة ممكنة بالنقل حتى يعيش مواطننا بطريقة مريحة أكثر وخصوصا بالمواد الأساسية هي البطاطا والبندورة ومستلزمات المطبخ الحلبي. طبعا نحن رفعنا كتاب وسوف نعمل إلى شراء سيارات شاحنة ونتركها تحت تصرف المؤسسة الخزر والتسويق لنجلب الخضار والفواكه إلى مدينة حلب. التسريع في ضبط الأسعار بالتزامن مع الضبط الأمني الذي يحققه الجيش العربي السوري أمل المواطن في مدينة حلب والمحافظات كافة.